نبقى مع الحدث الذي أقيم صباح اليوم، فتحت شعار أركضي عشانك. أقامت الجمعية الأردنية للماراثونات صباح اليوم سباق خاص بالسيدات فقط، وتحت رعاية سمو الأميرة دانا فراس أقيم هذا الماراثون المخصص للسيدات فقط بمشاركة نسوية كبيرة جدا قدرت بالمئات. وأقيم الماراثون لمسافتي 2.5 كيلو و5 كيلو مترات داخل حدائق الحسين. السباق فاز بمركزه الأول في سباق 2.5 كيلو هدى جعارات، المركز الثاني مريم شعبان، المركز الثالث آيات مصطفى. سباق الخمسة كيلومترات فئات من 12 إلى 18 سنة، لما جعارات أولا، سوزان جعارات ثانيا، وتبارك جعارات ثالثا. فئة من 19 إلى 30 عام، هانوي في المركز الأول، صابرين المرادات ونيكولا روي، و30 سنة شريفة السقة في المركز الأول، غزلان كرماني ثانيا، وماري في المركز الثالث. إذن كانت هذه لقطات من السباق الذي أقيم صباح اليوم ومخصص للسيدات فقط. سمو الأميرة دانا تحدثت لي المجلة الرياضية عن أهمية هذا السباق الذي يعتبر من السباقات النادرة. خلينا نستمع سويا لهذا الحديث. صباح نشاط وصباح مشاركة مجتمعية عظيمة جدا. أهميته هذا السباق أنه نكسر حاجز الخوف عند السيدات بالمشاركة بالسباقات. ممكن يشوفوا الـ 40 كيلو أو الـ 10 كيلو كمسافة بعيدة جدا، فهذا كان بده يسلط الضوء على مشاركة المرأة ويكسر حاجز الخوف ويشجع أي وحدة بتحب تركض أنها تركض لأي قضية مهمة إلها، لأي غاية. تعال أركضي عشانك، أركضي عشانك، أركضي لأي شيء أنت بتهتمي فيه، لنفسك، لصحتك، لأولادك، لبيتك. كثير مهم لنا ندعم السيدات وصحة السيدات، فكثير مبسوطين على الجو، كل شيء تمام. سمو الأميرة صفا، شو بتحكي اليوم؟ حوا، كيف حالك؟ عفوا؟ شو رأيك بالسباق؟ أنا كثير فخورة إنه في هذا السباق وإنه شاركت فيه، كثير مهم ومبسوطين. بحييكي سمو الأميرة، وبدنا نحكي إذا لنا مبروك نجاح. الله يبارك فيك، وهذا بدعم ستي دانا وسيدي فراس والأميرات صفا وهيا، وكمان سيدي هاشم، يعني العائلة كلها عم تدعم هذا السباق وإحنا فخورين فيه. إذن كان هذا السباق بالتأكيد فرصة لمشاركة المئات من السيدات. خلينا نشوف بعض المشاركات شو تحدثوا عن أهمية هذا السباق وبعض الفائزات. الحمد لله رب العالمين، اليوم شاركنا بماراثون كتير حلو أو شعاره أحلى وأحلى، أركضي عشانك. بالفعل لازم تركضي عشان صحتك وعشانك أنت، مش عشان حدا قبل أي إشي. السباق الأول من نوعه لن يكون الأخير إن شاء الله يا رب، نتأمل بإذن الله، وسباق ناجح بكل المقاييس. ومنشكر الجمعية يعني على هذا التنظيم وعلى سباق عن جد أركضي على شان. نتعرف عليك، تفضلي معنا. نغت سندات، انطباعك اليوم، أنت شاعرة مشاركة اليوم. أكيد انطباعي كان كتير حلو، أنا أجت من إربد عشان أشارك بأول تجربة لنساء، أول حدا بيعمله، تجربة كتير حلوة. إحنا بنحب التجارب، بنحب ندخل بإشي جديد، تجربة عشان نفسك، عشان صحتك، عشان أشياء كتير أنت بتقوي فيها نفسك. عارفين على حالك، تفضلي معنا، اهلا وسهلا. اسمي فاتن الداوود، اردنيه، حبيت اشارك بهذا السباق، تحدي لنا وكمان نركض عشان الاردن وعشان ندعم المراه الاردنيه، ونتامل تكون في سباقات زي هيك ان شاء الله كل سنه. عرفونا على حالكم، انتم من مخيم الزعتري؟ انا اسمي رانيا من مخيم الزعتري، جينا على عمان مشان نسوي الماراثون اسمه أركضي عشانك. شعورك اليوم، مبسوطة؟ كثير. اسمي راما، أنا من مخيم الزعتري، جيت من قبل برنامج تايجر على ماراثون عمان. أجواء كثير صحية، وبشجع كل السيدات إنها تيجي وتشترك وتجدد نشاطها وتجدد شبابها. يعطيكم ألف عافية.